فوليت أو فوليك أسيد تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالفوليت تيست، سواء السورس أو الميثود أوف استيميشن داخل المعمل. كمان هنتكلم على كل الفانكشن والإنديكيشن، أهمية قياس الفوليت داخل المعمل. كمان هنتكلم على الكلينيكال كوروليشن أو الانتربريتيشن، كل الأسباب اللي بتؤدي للإنكريز أو ديكريز في الفوليت داخل الجسم. الفوليك أسيد له بعض الأسماء الأخرى زي الفوليت والفيتامين B9. إحنا بنقدر نستخدم الثلاث أسماء، سواء الفوليك أسيد أو الفوليت أو الفيتامين B9 تيست. العينة اللي بنستخدمها عبارة عن عينة السيرم، لو إحنا هنقيس الفوليت في السيرم. كمان ممكن نقيس الفوليت في عينة الوول بلاد داخل الريد بلاد سيل، لو أنا محتاج أقيس الفوليت داخل الإريثروسايت. بناخد عينة الوول بلاد على الإيديتا، نورمال فاليو أكبر من 2 نانو جرام على الميلي بالنسبة للسيرم، ومن 200 ل 700 نانو جرام على الميلي بالنسبه للفوليت داخل الاريثروسايت او الريد بلاد سيل. الميثود اوف استيميشن داخل المعمل بنقيسه عن طريق الاليزا تيست باستخدام الراديو اميونو اسي في حاله قياس الفوليت داخل السيرم، بينما في حاله قياسه في الريد بلاد سيلز بنحتاج ان احنا نكسر الريد بلاد سيلز ونعمل هيمولايزيت وبعد كده بنقيس الفوليت كونسنتريشن. دي الإلايزا كيت اللي احنا بنستخدمها في قياس الفوليت كونسنتريشن في السيرم. بنقدر نقيس 96 عينة داخل البليد باستخدام الراديو اميونو اسي على جهاز الإلايزا ريدر. السورس اوف فوليت، الفوليت عبارة عن B9 فيتامين، عبارة عن اسينشال فيتامين، ما بيتصنعش داخل الجسم ولكن بنحصل عليه من الدايت. هو عبارة عن ووتر سولوبل فيتامين، عشان كده ما بيحصل له اي انكريز بيحصل له اكسكريشن عن طريق الكيدني داخل اليور. بنقدر نحصل على الفوليت من الدايت، وخاصة الليفي جرين فيجيتابل، كل الخضروات اللي بتتميز بالاوراق الكبيرة. كمان موجود في السيريال والجرين، كمان بيبقى موجود في النتس والميتس والفيش. بيحصل ابسوربشن للفوليت من الستاينال ميوكوزا في السمول انتستين، بعد كده بتوصل للبلد ويحصل لها ستورينج داخل الليفر. الليفر هو المخزن الكبير اللي بيقدر يخزن الفوليت، وبيقدر يخزنه لمدة متوسطة بتتراوح من 3 ل 4 شهور. وزي ما قلنا هو ووتر سولوبل، عشان كده لو حصل اي اكسس في الفوليت بيحصل لها اكسكريشن عن طريق الكيدني داخل اليور، عشان كده غالبا ما بيحصلش توكسيستي بالفوليك اسيد. الفانكشن اوف فوليت، الفوليت از نيسيسري فور نورمال ريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيل فانكشن، مهمه جدا في عمليه التصنيع اللي احنا بنسميها الهيماتوبويسيس، وكمان الفانكشن للريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز. كمان الفوليت لها دور مهم جدا في الدي ان اي سينثيسيس ريبليكيشن اند سيل ديفيجن، وبالتالي هو مهم لكل الخلايا داخل الجسم اللي بيحصل فيها ديفيجن، واهمها الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز لان دايما بيحصل لها ريجينريشن من البون مار. الفوليت بتقدر تعمل كل الفانكشن اللي قلنا عليها ديت، لانها لها دور مهم جدا في بعض البايوكيميكال رياكشن داخل الجسم، بتساعد في البيورين اند بايريميدين سينسز اللي بيخشوا في تركيب الدي ان اي، كمان بتساعد في الامينو اسيد سينسز والنيوكليوبروتين سينسز والكاتيكولاماين سينسز، كمان لها دور مهم جدا في الميتابوليزم اوف فورميك اسيد داخل الجسم. فكل البايوكيميكال رياكشن اللي احنا شايفينها قدامنا دي كلها بتساعد في تكوين الدي ان اي وبتساعد في الريبليكيشن للسيلز، عشان كده الفوليت مهمه جدا في الهيماتوبويسيس داخل الجسم. والفوليت بيقدر يساعد في كل الكيميكال رياكشن دي لانه هو عباره عن كربون دونر، يدي 1 كربون جروب من المركب للتاني، عشان كده بيقدر يساعد في تكوين كل المنتجات اللي قلنا عليها. الانديكيشن، اهميه قياس الفوليت داخل المعمل، اول حاجه اسيست ان ذا دايجنوزيس اوف ميجالوبلاستيك انيميا، احنا قلنا هو مهم جدا للريد بلاد سيل فورميشن والفانكشن، عشان كده الديكريز بتاعه بيعمل ميجالوبلاستيك انيميا. كمان بنقيس الفوليت عشان نعمل تشيك فور فوليك اسيد ديفيشنسي ديورينج ايرلي بريجننسي. الفوليت بيبقى مهم جدا في حاله البريجننسي، عشان كده احنا بنعمل تشيك في بدايه البريجننسي عشان نستبعد الديكريز، لان الديكريز بيعمل مشاكل اثناء البريجننسي. واحنا دايما بنقيس الفوليت ليفل ان اسوشيشن ويز الفيتامين بي 12، لان الاثنين بيساعدوا في تكوين الدي ان اي والديكريز فيهم بيؤدي للميجالوبلاستيك انيميا. الكلينيكال كوريليشن او الانتربريتيشن، بيحصل ديكريز في الفوليت داخل الجسم نتيجه لمجموعه من الاسباب. اول ميكانيزم هي الديكريز انتيك،
احنا قلنا الفيتامين بي 9 ما بيصنعش داخل الجسم، هو اسينشال فيتامين، عشان كده بيجي كاملا من الاكل. لو حصل ديكريز في الانتيك زي في حالات المال نيوتريشن، في حالات الدايتري فوليت ديفيشنسي، فبالتالي طبعا بيؤدي للفوليت ديفيشنسي داخل الجسم. الميكانيزم الثانية وهي المال ابسوربشن، اي مشكله في عمليه الابسوربشن من الانتستين زي في حالات الانترايتس، في حالات الالسيراتيف كولايتس او السيلياك ديزيز، بيقلل الابسوربشن للفوليت من الانتستين وبالتالي بيعمل فوليت ديفيشنسي. الميكانيزم اللي بعد كده بيحصل انكريز يوتيلايزيشن زي في حالات البريجننسي واللاكتيشن والهيموليتيك انيميا والكانسر. في حالات البريجننسي واللاكتيشن بيحصل انكريز للنيد للفوليت نتيجه لوجود الجنين، عشان كده لو مفيش سبلمنت بيقل الفوليت بشكل كبير جدا. كمان في حالات الهيموليتيك انيميا بتتكسر الريد بلاد سيلز، عشان كده البون مارو بيزود الهيماتوبويسيس عشان يعمل كومبنسيشن للخلايا اللي كسرت، وبيعمل انكريز لليوتيلايزيشن للفوليت. كمان بيحصل في حاله الكانسر نتيجه للاكسسيف بروليفريشن للسيلز. الميكانيزم اللي بعد كده وهي وجود الدراجز، بعض الدراجز زي الانتي نيوبلاستيك او الانتي كونفالسنت والالكول بتعمل ديكريز للابسوربشن من الانتستين، عشان كده بتعمل فوليت ديفيشنسي. عشان كده لازم ناخد الهيستوري داخل المعمل بكل الدراجز اللي بياخدها المريض، لان في مجموعه كبيره من الدراج منها الترايميسوبريم والميزوتريكسيت، كمان الاورال كونتراسيبتيف او اللي هي حبوب منع الحمل، كل ده بيؤدي لديكريز في الفوليت. فممكن يبقى كميه الفوليت موجوده في الدايت مظبوطه، ولكن الدراجز بتعمل ديكريز في عمليه الابسوربشن. كمان بيحصل ديكريز في الفوليت نتيجه للليفر ديزيز، نتيجه للديستربنس في الميتابوليزم، واللي بيقلل الفوليت بكميه كبيره. لما بنيجي نعمل انتربريتيشن للفوليت، طبعا احنا بيهمنا الديفيشنسي او ديكريز في الفوليت، لان الفوليت بيأثر على الجسم بشكل كبير جدا، بيعمل مجموعه من الديستربنس، منها بيأثر على الدي ان ايه وبيعمل امبيرد الدي ان ايه سنس، وبالتالي بيقلل ريبليكيشن للسيلز نتيجه لان بيبقى فيه مشكله في داخل النيوكليس. كمان الديفيشنسي للفوليت بتاثر على الهيماتوبويسيس او تخليق خلايا الدم، بيعمل انيفكتيف هيماتوبويسيس اند بان سايتوبينيا، بيحصل فشل في عمليه الهيماتوبويسيس او تكوين الخلايا الجديده داخل البون مارو، وبيعمل بان سايتوبينيا. بان سايتوبينيا معناه ان هو بيقلل كل الخلايا سواء الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبليتلت، وطبعا ده بيعمل مشاكل كبيره جدا داخل الجسم. كمان الديفيشنسي للفوليت بيعمل انيميا، لان احنا قلنا هو بيقلل تخليق الريد بلاد سيلز داخل البون مارو، ونوع الانيميا اللي بيعملها بنسميها الميجالوبلاستيك انيميا، بتبقى مميزه بالماكروسايتوزيس والهايبر سيجمنتد نيوتروفي. الماكروسايتوزيس معناه وجود لارج سيلز، بنسميها الماكروسايت، بتبقى اكبر من النورمال، عشان كده احنا سمينا الانيميا ميجالو، ميجا معناها لارج سيلز، نتيجه للديكريز في عدد الانكوزامات داخل البون مارو اثناء عمليه الديفلوبمنت للريسروسايت. المفروض الخلايا تنقسم اكتر من مره عشان توصل للحجم الطبيعي، ولكن عدم وجود الفوليت بيعمل فشل في عمليه الانقسام، وبالتالي السيتوبلازم بيزيد ولكن النيوكلاس ما بتنقسمش، عشان كده بتدينا لارج سيل اللي احنا بنسميها الماكروسايت. كمان بيدينا هايبر سيجمنتد نيوتروفيل، زي ما احنا شايفين بنلاقي النيوكلاس فيها اكتر من 5 لوبس، اللي احنا بنسميها الهايبر سيجمنتيشن، ودي علامه مميزه للميجالوبلاستيك انيميا. كمان الديفيشنسي للفوليت بيأثر على الفيتس، بيؤدي لحدوث النيورال تيوب ديفكت. لو حصل ديفيشنسي للفوليت في البريجننت وومن وخاصة في المراحل الأولى، فبيؤدي لحدوث النيورال تيوب ديفكت، مشاكل في البرين والسباينال كورد. كمان الفوليت ديفيشنسي بيعمل كارديوفاسكولار ديزيزز نتيجة لزيادة الهوموسيستين، واللي بدورها بتؤدي لمشاكل في الهارت، وكمان بتؤدي لمشاكل في البلاد فيسل، ممكن تعمل أثيروسكلروز سواء في العمر الصغير أو في الأدل. فزي ما احنا شايفين الفوليت من الفيتامينز المهمة جدا للجسم، والديفيشنسي بيؤدي لظهور مجموعة كبيرة من الديس اوردر. الانكريز في الفوليت زي ما احنا قلنا هو الانكريز ما بيعملش مشكلة كبيرة او سيريس بروبلم، النتيجة لان هو عبارة عن ووتر سولوبل. لو حصل اي انكريز بيحصل له سيكريشن عن طريق الكيدني وبينزل في اليورين. الانكريز في الفوليت ممكن يزيد نتيجة للاكسسيف دايتري انتيك للفوليت، او نتيجة للاكسسيف فوليت سبلمنت، فبيؤدي لزيادة الفوليت داخل البلد.
وبالتالي يبقى احنا تعرفنا على كل المعلومات الخاصة بالفوليك أسيد أو الفوليد أو الفيتامين بي 9. هو عبارة عن ووتر سولوبل فيتامين بيجي مينلي من الدايتري سورس وخاصة من الجرين ليفي فيجيتابل، مهم جدا للفانكشن اوف ريد بلاد سيلز اند وايت بلاد سيلز، نتيجة لأنه اسينشال للدي ان اي سينسز. في حالة البريجنانسي واللاكتيشن بيحصل انكريز للنيدز، عشان كده بيقل بشكل كبير جدا في البريجنانسي واللاكتيشن، عشان كده لازم يبقى فيه سبلمنت. بيحصل ديكريز للفوليت نتيجة للمال ابسوربشن، المال نيوتريشن، الليفر ديزيز، وكمان في حالات الكانسر، وبتؤدي لحدوث الميجالوبلاستيك انيميا. عشان كده احنا دايما بنقيس الفوليت والفيتامين بي 12 لان الاثنين بيؤدي لحدوث الميجالوبلاستيك انيميا، بنقيس مستواهم الاثنين في السيرم، وكمان بنفحص البلاد فيلم لوجود الماكروسايتوزيس ووجود الهايبر سيجمنتد نيوتروفي. الاثنين بيعملوا ميجالوبلاستيك انيميا، ولكن الديفيشنسي للفيتامين بي 12 بيبقى مصحوب بالنيورولوجيكال سيمتوم او اعراض عصبيه اللي ما بتبقاش موجوده في حاله الفوليت ديفيشنسي، عشان كده بنقدر نعمل ديفرنشال دياجنوزيس ما بين الاثنين.